Salut, بس من تصدير للبروف بيعطوا ماتير سيانتيفي. إذا كنا عم نعمل كويز وبدنا نكون عم نكتب إن إكواسيون ماتيماتيك فيها دي إكسبوزان أو دي سابسكريبت، تو سامبلومون من هون جابوي سور لي تروا بوان، جو شوازي لوبسيون ماك، بيطلع لي هون أوبسيون زيادة اسمها إنتر إن إكويشن، لما أكبس عليها بيطلع لي كل الفورمات اللي بقدر استعملهم دونك فونكسيون ماتيماتيك. في عنا هون الفالور ابسوليو، عنا السبسكريبت هو الانديس، في عنا الراسين، في عنا الاكسبوزان اللوغاريتم اكسترا. يعني بار اكزامبل اذا بدي انا ان 1 ان انديس 1 بحط سبسكريبت، لا بحط اذا بدي مثلا اكسبوزان مثلا 5 اكسبوزان 8. لكن هكلهم موجودين هون، وبحط اوكي وبرجع بكسر عادي.